وسهلا بحضراتكم مرة تانية، وانتهينا من الشوط الثاني. طبعا هنروح دلوقتي لبداية الاكسترا تايم. هنبدأ مع حضراتكم في وصفة جميلة، هي وصفة المنين. هي تقريبا المقادير متقاربة بين كعب الغزال وبين المنين، لكن انا هعمله بالشمر واليانسون. طبعا حضراتكم مش عايزين تعملوه ساده براحتكم، بس انا هعمله شمر واليانسون عشان اصدقائنا اللي طلبوه بالشمر واليانسون، وهقول الفكره في ايه. تعالوا نقول مقاديرنا قبل ما اخده احمصه. يلا بينا. عندنا هنا للمنين 4 كوبايات من الدقيق، 2 كوبايات من السمن، 1 كوباية من اللبن الدافيه، 2 كبيرة خميره فوريه، 2 كبيرة سكر، رشة ملح، 2 كبيرة شمر، 2 معلقة من اليانسون، على حسب انتوا بتحبوا انهي طعم افضل، بس احنا دايما بنقلل في الشمر. طيب انا مجهزه كده طاسه على النار، مش حاطه فيها اي ماده دهنيه. هحمص الاول اليانسون والشمر. هاخد كده 2 معلقة اليانسون وهاخد 2 معلقة الشمر. طيب ليه انا هعمل كده؟ عشان انا عايزه اطلع الروائح الحلوه والزيوت اللي فيهم تطلع وتديني ريحه حلوه جدا، ومش عايزة أعمل حاجة خالص غير أني أديهم تشويحة على طاسة بس السخنة، عشان الله الروايح بقى لما تيجوا بقى تحطوها على العجينة هتستمتعوا جدا جدا. أنا المرة دي هعمل المكونات كلها مع بعض، مش هسخن يعني مش هحط حط بس اللبن يدفى، لكن مش هحط الخميرة مع السكر مع اللبن. دي طريقة دي بتختبروا بيها الخميرة دايما لو أنتوا شاكين فيها، وتبقى طريقة اللي هي ما تتحطش على العجين وبعدين تكتشفوا أنها مش شغال. بصوا بقى اللون اختلف ازاي، بقى لونه اغمق ازاي، خلاص زيته طلعت. هشيله بقى عشان كمان ما يمررش، اهو هسيبها هنا، الريحه رائعه. هاخد شويه لبن، بسم الله هدفيهم يدفى، بس طبعا اللبن لو سخن يفسد العجينه، لازم يبقى زي دمعه العين، يعني احط ايدي فيه انا مش حاسه انه فيه مشكله خالص، علشان يشغل بس الخميره على طول. وطبعا الخميره الفوريه افضل وامن. الخميرة البيرة لو حضراتكم بتحبوها اعملوها مشروب واشربوها، مفيدة جدا. الخمائر دي للمعدة وللجسم جدا، بتتعمل بمعلقة سكر ويتضاف عليها مية وتتقلب كويس وتتشرب، وفي ناس بتفورها الصبح تشربها على الريق، من الحاجات الجميلة المهمة. طيب هاخد بقى أنا كده الدقيق أول حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم، هروح أضيف هناك الدقيق. هعكس المرة دي المقادير وأقول إن احنا نقدر نعمل ده سواء بالطريقة اللي أنا عملت بيها كعب الغزال أو الـ الحاجات الحلوة اللي احنا عملناها في الشوط اللي فات. وهاخد كده المكونات القمر اللي احنا شوحناها دي، الشمر واليانسون، 2 معلقة من اليانسون و1 معلقة من الشمر اللي حمصناها كده. هاخد المكونات الجافة، الخميرة والسكر، وطبعا مش هننسى رشة الملح. بسم الله، ادي 2 معلقة السكر، ادي 2 معلقة الخميرة الفورية. والكيس يا جماعه بيبقى اكبر من معلقه، اكتر من معلقه، فما تستهتروش بالشويه الصغيرين دول، ممكن يعني يفسدوا العجينه، فما لهمش لازمه خالص. طيب انا حطيت فين الجار اهو، معلش هصب فيه بقى هنا عشان اعرف اصب منه. بسم الله، يهدى شويه اللبن، هخليه جنبي، وطبعا هنزل الاول كميه السمن. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين تقسموا المقادير جزء سمن وجزء زيت زي ما تحبوا، زي ما انتوا بتحبوها مرمله او غير اهو. بسم الله، هنقلب نبسها كده بس خفيفه تتشرب السمن والدقيق والمنكهات الحلوه اللي هي الشمر واليانسون، وبعدين ننزل بالسوائل فنتحكم فيها زي ما احنا عايزين. يضيف شمر او ينسون ما يضيفش يا جماعه، مفيش مشكله خالص، هي دي اضافه لكن مش حضراتكم مش مجبرين عليها يعني. طبعا هي ليها محبيها يعني، بس يتلم لما كمان انا بساعده بس كده يتلم لما كمان اهو. وعشان نعرف نقطع العجينه بشكل جميل، تقطعها سهل وبسيط جدا. بسم الله اهو، وهبدا اجيب صاج، اجهز انا صاج
وسكينة صغيرة، ممكن الكبيرة ما يجراش حاجة برضو. اهو بصوا بقى العجينة بدأت تلم اهي، شايفينها؟ تعالوا بقى اوريها لحضراتكم. بسم الله اهي لمت ازاي ونضفت الايه البان او البال دي. بسم الله هاخد كده كميه حلوه منها، طبعا الريحه رائعه. اهو شايفين الجمال. دي بقى مخبوزات دي في البيت حاجه تانية خالص غير اللي حضراتكم بتشتروها. انتوا عاملينها بقى في البيت حاجه نظيفه وحاجه مخدومه زي ما بيقولوا. طيب هاخد كده، بصوا العجينه جميله ازاي، اوري حضراتكم بس. شايفين ريحه الخبز رائعه. بصوا بقى انا لما بضربت الاول وبسيت يعني السمن دخلته في الدقيق، دي مرحله حلوه قوي ومهمه، مهمه جدا. خلوا بالكم اول ما الدقيق بيتشرب السمن دي هتلاقوا العجينه طريت. انا للحظه وانا ببص مع حضراتكم لقيت ان العجينه طريت قوي، دي لحظه خادعه لبعض الناس اللي لسه اول مره تعملها، تقول لك دي مش محتاجه سوائل. لا هي محتاجه. حطينا السوائل لقيتها سالت تاني، يعني بقت لينه كده وبعدين بدات لمت زي ما انتم حضراتكم شايفينها. فدي لحظات بتخدع حتى في الكحك، خلوا بال حضراتكم جدا. طيب هاخد كده، خلينا ناخد على حسب احنا عايزين قد ايه نقطع بقى العجينه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش خليني ابص على اللي في الفرن سريعا. واو يلا بينا نطلعه. بصوا معلش ههري حضراتكم، بصوا بقى بعد اذنك استاذ سمير، بص الجمال، بصوا اهو شايفين، شايفين ولونها زي ما هو، لونها زي ما هو اهو. خلاص هو مش محتاج اكتر من كده. هنطلع بقى ده فوق ياخد بقى الايه، الله بدا يتماسك بس لسه شويه، هنحطه فوق وهنجهز للمنين الصاج بتاعه. تعالوا بقى نعمل كده. اهم حاجه العجينه تكون طريه. تعرفوا منين ان انا امسكها كده ما تشققش؟ مهم قوي انها ما تعملش شقوق. لو مش ما عملت شقوق هيبقى يا ناقصها سوائل يا اما ما اتخدمتش كويس في العجن. ماشي الكلام؟ بصوا كده بقى، تعالوا هنعمل كده مثلا، خليها بارتفاع شويه، هي بتعلى يعني هي تخمر ما تخافوش، بس انا بقول ليه لحضراتكم كده علشان لو انتوا عايزينها هتبقى كده. هشيل بس ده، عايزين بقى اكبر من كده مفيش مشكله زي ما انتوا عايزين. اهو هنشيل دي، ماشي الكلام؟ اهو هناخد بقى نبدا نرص على برضو. طبعا بقى اللي عامل بسمنه بلدي هيبقى سعيد ومبسوط. زي ما قلت لحضراتكم الحاجات دي ما تتعملش غير على اصولها. رائعه. وطبعا اصدقائنا اللي عايزين حاجات صحيه هنعمل حاجات صحيه كتير. وطبعا تابعوا الصفحه الشخصيه شيف عظيمه حمدي بالعربي، عامله حاجات كتير خاصه بحضراتكم وخاصه بمرضى السكر في قصه الحاجات دي. بصوا كده شايفين الجمال. هتدخل الفرن حراره 180، برضو هتاخد وقتها حوالي 15 دقيقه 20 دقيقه على حسب انتوا عايزينها ايه. طب لو هي احمرت من تحت هنبدا نشغل فوق ونديها اللون اللي حضراتكم حابينه. اهو وادي الكعب الغزال، بصوا شغال في الفرن اهو زي الفل. اول ما تبدا ريحه السمسم بس تشعر معانا كده وتطلع وتبقى جميله هنبدا نعرف ان هو ان شاء الله استوى وبقى رائع. طيب بصوا بقى اللانكشاير طبعا سخن ما بلمسوش الاول، بصوا بقى عشان ما يبصمش. يبصم يعني ايه؟ زي ما بقول في الغريبه ان انا امسكها كده فتروح سايبه اثر هنا، ده مهم. وادي اللانكشاير، بصوا الجمال، يعني الاحجام اللي تنسي. انا بحب الحجم ده والحجم ده قوي، بيبقوا يعني لطاف جدا، الولاد كمان بيستمتعوا يعني الحقيقه بيهم قوي. واحنا بصوا شكلنا هنا شويه كمان منهم، استاذ سمير هيجيبهم لنا دلوقتي يعني بالفستق كده والحاجات الحلوه المعروضه هنا كده اهو في الطبق اللي قدامنا ده.
عملنا شوية رخامية كده زي ما انتم شايفين، دخلنا شوية ألوان في بعض بنفس العجينة، نقطة من الأزرق أو نقطة من الأحمر نقطة من الأخضر. بصوا كده هنا شوفها لنا بعد إذنك يا أستاذ سمير. يسلم إيدك. كده تسلم ايديك والله. وادي اللانكشاير بسيبه لما يهدى وبعدين اطلعه بقى احطه، يعني عايز يتاكل كده جنب القهوه، جنب يعني شاي بلبن براحتكم. عايزين تحطوا له بقى ده ويحل محل البيتي فور. هو على فكره حاجه بين الاثنين، بين الغريبه وبين البيتي فور، هو حاجه كده راقيه وجميله وليها محبيها. بس هو الفكره انه هو بيتحط له نسبه نشا غير البيتي فور وغير الغريب. فطبعا شكله بقى بصوا، يعني احنا هنوريكم برضو حاجات احنا مقدمينها هناك. انا ممكن اروح ازود عليهم شويه حاجات. بصوا بقى احنا عاملين بصوا منه اشكال ساده، يتقدم كده جنب الايه اللي حضراتكم عايزينه، يعني حاجات كده ساده بسيطه يتقدم فيها. بصوا كده، وهنا كمان طبعا بكام واحده كده صغننه، يعني ان شاء الله يا رب ينول الاعجاب. احجام مختلفه، احجام مختلفه اهو، ودي اللي احنا قلنا عليها ممكن نحطها هنا كده اهي، تدي شكل حلو كده. الله 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 الله، شايفين الجمال؟ المنين وطبعا كعب الغزال. الناس اللي مش بتحب سمسم كتير، انا عملت شويه على الوش بس سمسم رش للناس اللي مش بتحب السمسم زياده. في ناس ما بتحبوش زي البقسماط ما بتحبش عليه سمسم زياده، فانا عملت شويه من غير سمسم. للناس اللي محبه للسمسم بيتغلف، وريت حضراتكم التغليفه بتاعه السمسم في كعب الغزال بتبقى ازاي. نمسح الوش ميه ونرول العجينه كويس في السمسم على طبق مفرود كده فتتمسك من جميع الناحيه. للناس اللي برده مش حابه تضيف بيض، انا ضفت بياض بيض بلاش الصفار، ضفت البياض وحطيت معاه فانيليا ونقطه ميه او نقطه لبن زي ما تحبوا. مسحنا دي رائع جدا، من الحاجات الجميله جدا. ف شايفين بقى الحاجات الحلوه دي مبهجه، ونحطها بقى في حاجات جميله زي اللي شفتوا دول، حلوين جدا بيتباعوا شفافين يبينوا كده اشكال الحلوه بتاعتنا. تسلم ايدين طبعا اللي جاب رانيا، والله تسلم ايديك يا روني. شايفين الجمال؟ حاجات دي مبهجه قوي 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 على السفره. طبعا الستاند ده لا غنى عنه في كل بيت، مفيش غنى عنه خالص خالص. عايزه اقول لكم ممتاز، يعني نقعد بقى معانا الستاند اللي عايز كحك. بصوا بقى البسكوتات والمنين، بصوا المنين، بصوا المنين. الله 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 الله، والله ريحته روعه. عارفين بقى الريحه دي بتطلع قويه لما تحمصوا، بس جربوا تحميص الشمر واليانسون. اي حاجه عايزين تعملوها على اي مكون حابين تحمصوها طلعوا بس الروائح الحلوه اللي فيها. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. هنا بقى طبعا احنا يعني حبينا نجمع الحاجات اللي عملناها مع بعض. دي غريبه كانت ريد فيلفت، جميله ازاي، حلوه ازاي. وطبعا اللانكشاير اللي حضراتكم شايفينه، والكحكات الصغننين اللي احنا حشيناهم. احنا عملنا كذا عجينه حلوه بالكحك، عملنا بالزبادي، وعملنا يعني كحك بانواع كتير جميله. اتمنى يا رب ينول اعجاب حضراتكم جدا. تسلم ايديكم وعينيكم، والله بجد تسلم ايديكم وعينيكم. ولسه ما زلنا كل حضراتكم عاوزينها نعملها ان شاء الله مع حضراتكم باذن الله. طبعا ليا كمان مع حضراتكم مفاجاه جميله، حضراتكم دايما بتبعتوا لنا واحنا بعد ما اعلنا واعلنت على الصفحه، وليكوا اي اسئله خاصه بالفقره الطبيه اللي بتسال على اي اسئله. احنا الحقيقه هيبقى معايا ان شاء الله الفقره اللي جايه، او هتبقى معايا ضيفه جميله، هتبقى دكتوره دينا ابو سعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال، بترد على كل الاسئله. هي يعني الحقيقه جايه علشان تقول لنا كل حاجه احنا عايزين نسال عنها تجاوبنا عليها، وبعدين تقول لنا حلول لطيفه ليها بنختار اللي يناسبنا ونشوف هنعمل ايه. لكن طبعا انا حبيت اشارك حضراتكم علشان دايما بحب من خلال برنامجي اني اقدم الحاجه المضمونه اللي دايما تكون في متناول الجميع، اقتصاديا اسعارها مناسبه، كلنا محتاجين لها، مش حد وحد لا. فطبعا دي بالنسبه لي يعني الدعوه اللي بتطلع من قلب حضراتكم ليا دي عندي بالدنيا وما فيها.
فأتمنى دايما أكون عند حسن ظن حضراتكم. أرجو أن أنا ما أكونش أعلنت عن أي حاجة في برنامجي تكون على غير المستوى المطلوب، لأن أنا يمكن عندي رأي مشدد شوية في بعض الحاجات في الحياة، مش عايزاكم تتضايقوا منها، لكن يعني زي السمنة البلدي، أنا ما بعرفش أقول أنا دي الصناعي في حالة واحدة، هتحتاجوا لها في حالة واحدة، وعندي أفضل أنكم تستخدموا الزيت كمان إذا الحالة الاقتصادية لا تسمح إن إحنا ممكن نجيب، ومع ذلك بقول إذا إحنا بنجيب لبن بلدي في البيت، تقدري حضرتك تعملي الزبدة البلدي من القشطة، حوشيها في علبة في الفريزر وطلعي على قد ما تقدري كل كمية، اضربي في الخلاط وافصليها وخدي الشرش اعجني بيه معجنات وخدي الزبدة وجمعيها في الفريزر. ونصيحة لحضراتكم اللي بيستخدم الكحك على السخن، الكحك على السخن عشان ده أيام جدتي وجدتكم، ربنا يدي حضراتكم الصحة والعافية، من فضلكم أنا لو أنا هعمله في البيت بالطريقة بتاعت والدتي الله يرحمها، أنا هحط الزبدة البلدي على النار وأنا بسيح الزبدة، وبمجرد ما تسيح أنا هاخد منها وهي سخنة أعمل بيها الكحك بتاعي، لكن مش هسخن تاني. حافظوا على صحتكم وخلوا بالكم من نفسكم، وأتمنى يا رب دايما حضرتك تبقوا في أحسن صحة وأحسن حال، ونكون دايما وجهة مشرفة لحضراتكم، أكون وجهة مشرفة لأولادي ولأسرتي ولكل الناس اللي بتشوفني بتثق فيا، وطبعا يعني دعم حضراتكم ده مش هنساه أبدا، لأن أنتوا رفقاء وأصدقاء النجاح. اسمحوا لي بقى اقدم ضيفتي اللي هتنورني وتشرفني ان شاء الله. هنطلع الاستراحه وهنرجع مع دكتور دينا ابو السعود مستشاره طبي لشركه بايو ناتشرال في انتظار حضراتكم.